نصٌ شعري من أغاني الرعاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 182 183. إذا غادي نديرو التقطيع إن شاء الله وغنجاوبو على الأسئلة الموجودة في الصفحة 183. إذا صاحب النص أبو القاسم الشابي، شاعر من تونس، ولد سنة 1909، درس بجامعة الزيتون ثم كلية الحقوق، لقب بشاعر الخضراء، له ديوان شعري أغاني الحياة، توفي سنة 34 و900 وألف. مصدر النص: النص مقتطف من ديوان أغاني الحياة. مجال النص: يندرج النص ضمن المجال السكاني. نوعية النص: النص عبارة عن قصيدة شعرية متنوعة الروي ذات طابع رومانسي وبعد سكاني. ملاحظة النص: إذا بالنسبة للعنوان، من أغاني الرعاة عنوان مركب من شبه جملة مضافة، من أغاني شبه جملة خبر مقدم وهو مضاف، الرعاة مضاف إليه، والمبتدأ يقدر بما يناسب الخبر، كأن نقول مثلا من أغاني الرعاة أغنية كذا وكذا، أو هذه أغنية من أغاني الرعاة. والرعاة جمع راع، هذيك راع حيد لا الياء، جمع راع بلا ياء، وهو الشخص المكلف برعاية الماشية وحراستها واصطحابها إلى المراعي. والأغاني جمع أغنية، وهي ما يترنم به من كلام ما يترنم به من كلام موزون كالشعر وما شابهها، قد تؤدى مصحوبة بالموسيقى أو بدونها. والرعاة عادة ما يتغنون، مهم تكمل أنت الجواب. معاني الكلمات: هذه بعض الكلمات لفهم القصيدة: أقبل ضد أدبر وجاء، ضد أدبر وهي جاء، معناها جاء. الناعسة أول النوم، النعاس هو أول النوم. الربا مفردها رابية، الارتفاع من الأرض، يعني هي أرض مرتفعة كالتل مثلا. المائسة التي تتحرك يمنة ويسرى، أي المتمايلة. الصبا، نعم، الصبا، الصبا عفوا، الصبا ريح تهب مع استواء الليل والنهار من مطلع الشمس. تهادى مصدره التهادي، أي ظهر بتباطؤ. الفجاج مفردها فج، وهو الطريق بين جبلين. الدامسة المظلمة. الأفق الخط الفاصل بين السماء والأرض. بهاه حسنه وجماله. تمطى تبختر ومد يديه وتمايل. آفاق أفاق انتبه واستيقظ. العالم الحي الكائنات الحية. أفيقي انهضي هلمي تعالي. شياه مفردها شاة للمذكر والمؤنث. أسراب جمع سرب، وهو جماعة الطير. ثغاء صوت الأغنام، انشقي شمي. المضمون العام: يدعو الشاعر على لسان الراعي خرافه إلى الاستمتاع بالكلأ على أنغام شبابته خاصة. في الصباح، خاصة في الصباح الباكر، حيث تكون الطبيعة في تمام جمالها وروعتها. المضامين الأساسية: من بداية النص إلى وغنى للحياة، وصف الشاعر جمال الطبيعة عند الصباح الباكر. ثم المضمون الثاني: يدعو الراعي خرافه إلى مشاركته في الاستمتاع بجمال الطبيعة. الفكرة الثالثة: يحث الراعي قطيعه على الاستمتاع بالعشب الطري على أنغام مزماره. تركيب: الشاعر يتغنى بجمال الطبيعة، مدعوا داعيا داعيا خرافه داعيا خرافه للاستمتاع بسحر الصبح وزهوره ونسيمه العليل وتغريد الطيور وخرير مياه السواقي، ويفتح شهيتها للعشب الأخضر الطري بأنغامه الجميلة التي تنبض بالحياة والابتهاج بها. يستخدم الشاعر مفردات تدل على الطبيعة مثل الصبح، الربا، الغصون،
الصبا، الزهور، الفجاج، الطيور، المياه، الوادي، السواقي، المراعي، البلبل. يعتمد الشاعر على أسلوب الوصف في رسم صورة جميلة وحية للطبيعة، كما يخاطب الشاعر الغنم ويتعامل معها وكأنها كائنات عاقلة تفهم ما يقوله له، مما يدل على العلاقة الحميمية التي تربط الراعي بشياهه. إذا نجيب على الأسئلة. بما يخبرنا الشاعر في بداية القصيدة؟ يخبرنا الشاعر في بداية القصيدة بإقبال الصبح بحركيته وحيويته وبهائه. ما الأوصاف التي وصف بها الشاعر الغصون والزهور في المقطع الأول؟ جاء الصبح مغنيا. نعم. بما فيه من طيور وزهور، فأيقظ هذه الحياة التي كانت تغط في النوم، والغصون المتمايلة والزهور اليابسة ترقص على أنغام الصباح. ما التغيير الذي طرأ على الزهر بقدوم الصبح؟ مع إقبال الصبح تبختر الزهر ومد يديه وتمايل. نمر إلى سؤال 4. يدعو الراعي خرافه لاستعمال مختلف حواسها قصد الاستمتاع بجمال الطبيعة، اذكر ما يدل على ذلك. إذن هذه الأبيات: فأفيقي يا خرافي وهلمي يا شياه، واتبعيني يا شياهي بين أسراب الطيور، املئي الوادي طغاء ومراحة ومراحة وحبور ومراحة وحبور. نشوف وديك ومراحا وحبور. نعم. إذا هذه الأبيات نكملوا 5. بما شبه الشاعر نغمة مزماره؟ أو قال لك اذكر، احنا باقيين، اذكر ما يدل على ذلك. الراعي يتمنى من أغنامه. اش كنشرحوا في هذه الأبيات اللي في 4 الفوق؟ صافي، هذه الأبيات اللي كتبناها الفوق في 4 كنشرحوا فيها. الراعي يتمنى من أغنامه أن تتبعه بين أسراب الطيور الطائرة فوق الأرض أو قريبا منها، وأراد هنا أن يبين فرحة الراعي وأراد هنا أن يبين فرحة الراعي وقطيعه، وكأنه يطير مع الطيور. وكملت 5. أشبه، نعم، إذا تشبه الأنغام الجميلة وكأنها الورود ذات الرائحة الزكية. إذا شبه بالورود ذات الرائحة الزكية. وصوت الشاعر جميل مطرب لشيا، وكأنه صوت البلبل الذي يشدو بالغناء وهو في غاية السعادة والفرح. ضع عنوانا لكل مقطع. إذا عندنا 4 مقاطع: إقبال الصباح، أثر إقبال الصباح على الطبيعة، مناجاة الشاعر شياهه، إنشاد الشاعر. استخرج، نشوفه واش كاين. 7. إذن الألفاظ الدالة على الطبيعة في المقطع الثالث: شياهي، أسراب الطيور، الوادي، طغاء، السواقي، عطر الزهور، الضبا. نمر إلى التذوق. ربما إذن التذوق، ماذا يقصد الشاعر بقول إن الحياة كانت نائسة؟ المقصود بقول الشاعر إن الحياة نائسة أي أن الكائنات الحية كانت في سكون وسبات عميق. ما المشاعر التي أثارتها فيك هذه القصيدة؟ القصيدة أثارت في نفسي مشاعر خاصة، لأنها تجعل النفس الإنسانية تحس بالحياة، تبعث فيها الروح من جديد، خاصة عندما يكدر صفو هذه النفس، أو يكدر خاصة عند حينما يكدر صفو حينما يكدر صفو هذه الحياة النفس بمشاكل الحياة، فيصيبها نوع من القنوط واليأس، وتسمع أنشودة الحياة من جديد، فتبعث فيها الدفء والأمل. عين الأبيات التي تدل على نفس المعنى في قصيدة الشائك كما جاء، علمتني الحياة أنوار. نشوف شيء أبيات. إذا هادو خلينا نفس هذه
أقبل الصبح يغني لحياتي النعسة، اتبعيني يا شياهي بين أسراب الطيور، ثم يسمو طائرا. تخلينا أبيات اللي بان لنا أنها تدل على نفس المعنى، عرفتي؟ استثمار، لأن الغراب لاحقة دي أصوات اللي هذه، البقرة خوار، الدبعاوي، الحمام هديل، الرع دوي، الشجر حفيف، والماء خرير. جوج مو واحد القصيدة طلبوها منا، اللي بغى يكتبها للشاعر العربي نزار قباني. وصلوا وسلموا على رسول الله.